اشرح لك الليزر، اشرح لك البوتوكس، اشرح لك الفيلر، اشرح لك سكين اناتومي، اشرح لك الميزوثيرابي، اشرح لك البلازما، كل حاجه تحتاجها في الجلديه. كلك على بعضك مناعه، جلدك مناعه. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم على الدواء الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، احد الادوية اللي غيرت تماما في نتائج الامراض الجلدية. دواء رائع، صيحة حديثة جدا 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 في العلاج. وهنتكلم على الايزوتريتينوين. طبعا الايزوتريتينوين دواء جميلة اللي ليه حكاية معايا لطيفة هقولها لكم قبل ما نبدأ المحاضرة. زمان وانا دكتور صغير خالص سنة 96 كنا لسه بنتكلم على الايزوتريتينوين، وجالنا في الامتحان وعارفين انه دواء كويس هيبقى بروميسنج، بس اثاره الجانبيه كانت رهيبه، ونقول ان هو تراتوجينيك فظيع، ونقول ان هو المهم. انا قاعد لسه فاتح عيادتي 96 لسه ما بيجيليش عيالي خالص، فقعد فلقيت البنت جايه بتقول لي في عيانه بره. قلت له واو كده بقى فرجت اول عيانه تجيلي. المهم دخلت علي العيانه، كان اسمها منى بالمناسبه، يعني اول عيانه تخش العياده. فبصيت عليها لقيت عندها حب شباب. طبعا رحت اطلع العدسه بقى من الكرتونه اول مره بقى باكش اول عيانه. وبعدين قعدت ابص على وشها كده، وابص عليها يمين، وابص عليها شمال، وابص عليها قلت لها طيب انت عندك حب شباب؟ قالت لا يا راجل. قلت لها والله ده حب شباب، وهكتب لك العلاج اول روشته في حياتي بقى في العياده بتاعتي. رحت قالب للروشتة فيبرامايسين كبسولة صباحا ومساء لمدة 15 يوم، وتاخدي غسول فلان الفلاني، وتحطي كريم كان اسمه ريتين ايه دهان مرة واحدة بالليل قبل النوم لمدة ساعة، وتغسلي وشك واسبوعين وتجيلي، وما تاكليش شوكولاتة، ما تاكليش شيبسي. العيانة بتبصلي كده قالت لي اللي حضرتك كاتبه في دول هتطلع لي اكلاسير قد كده مليان روشتات. طبعا انا قعدت اقلب في الروشتات كل حاجه اعرفها وما اعرفهاش في علاج حب الشباب البنت واخداها، لدرجه لقيت كده روشته غريبه، روشته في حروف كده جنب بعض ما تكره بعض في الانجليزي كيو كي. بقول لها ايه الدواء الغريب ده؟ قالت ده جايباه من غينيا، ده علاج لحب الشباب خلاصه قرن الخرتيت. قلت لها يا نهار اسود انت وصلتي لقرن الخرتيت. وطبعا انا ايه كسفت بصراحه. فبتقول لي الدواء اللي انت كاتبه في دول، قلت لها لازم يبقى في دول. انت واخده كل حاجه اعرفها ما اعرفهاش لازم يبقى في دول. قالت لي يعني مفيش فايده. الكلمه جرحتني بصراحه، قالتني مفيش فايده، كلمه ضايقتني. قلت لها لا بس انت ما قلتليش ان انت واخده ادويه قبل كده يا منى. قالت لي اصل مفيش فايده يا دكتور، بص انا واخده ادويه قد ايه ووشي عامل ازاي، مفيش فايده. قلت لها لا يا بنتي خلي بالك معايا بقى. قلت لها في دواء جديد لسه نازل السوق اسمه الايزوتريتينوين، ده الاسم العلمي كان اللي موجود ساعتها الرو اكيوتين، وساعتها بقى انا كنت مذاكره بس مش عارف في الماركت ده هل هو كبسول ولا تابلت. انا بتكلم بصراحه حكايه هتسجلها التاريخ. انا مش عارف كبسول ولا تابلت ولا 10 ولا 20 ولا 40 مللي جرام، انا عارف الجرعه من نص الوزن للوزن.
فقلت لها بص يا منى احنا هناخد الدواء الاتي. دواء اسمه اي رو اكيوتين. هناخد كبسوله الصبح وكبسوله بالليل لمده 6 اسابيع. بس خلي بالك الدواء ده مش هتلاقيه غير في صيدليه واحده في مصر الجديده في شارع المرغني. هتروح الدكتور هناك اسمه عصام، ما لقيتهوش ما تشتريهوش. مش معنى يعني قلت له هو كده عصام بس اللي هيديك الدواء. قلت لي ماشي. قلت لها على فكره الشركه عامله اوفر حلو، كل 3 علب هتشتريهم هتاخدي لهم علبه مجاني، بس خلي بالك الدواء ده غالي. قلت لي بكام يعني؟ قلت لها ب 260 جنيه العلبه. كان زمان بقى ده مبلغ كبير جدا. قالت يا دكتور انت بتتكلم في ايه؟ انت مش شايف وشي عامل ازاي؟ قلت لها طيب. المهم نزلت منى من عندي، ما فيش موبايلات ولا حاجه، بقى رحت رافع التليفون ومكلم عصام صاحبي اللي هو في الصيدليه اللي في شارع المرغني في مصر الجديده. قلت له عصام لو سمحت بقى، انت كنت بتقول لي ان عندكم الرؤى كيوتين، وانا قلت لك عمر ما يكتبوا يا عم ده دواء تراتوجينك وبتاع، بس انا اضطريت اول روشته في حياتي كتبته، بس قول لي بقى كلمني عنه هو موجود ايه في الماركت ان ذا فورم اوف ايه. قال لي الرؤى كيوتين اللي عندنا موجود 10 ملي جرام و20 ملي جرام كبسول. قلت له كويس جدا جدا جدا. هي البنت دي هتجيلك وتسال عليك انت مخصوص يا عصام، فقول لها هتاخد، هي وزنها 80 كيلو فهتاخد 40 ملي جرام، فانا كاتب لها ايه كبسوله صباحا ومساء اديها من ال20 يا عصام. انا مش كاتب كم ملي جرام انا ما اعرفش. قال لي ماشي. فالمهم راحت البنت ودت عصام الروشته وصلت له، وعصام اداها الكبسوله لل20 ملي جرام، وبدات تاخده كبسوله الصبح كبسوله بالليل لمده 6 اسابيع. وجات لي 6 اسابيع مخلوقة تانية خالص. على فكرة منى دي جابت لي 20 عيانة بعدها. أنا بصيت استغربت من النتيجة الحلوة جدا 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 بتاع الدواء الرائع اللي أنا كنت خايف أكتبه أصلا. المهم قلت لها بس خلي بالك يا منى بقى، إيه رأيك في النتيجة؟ قالت لي أنا مذهولة والبيت كلهم مذهولين. قلت لها ما أنا عارف يا بنتي، قايل لك إن علاجك إن شاء الله موجود. طبعا انا اول ما شفت النتيجه انا كنت مذهول. وتخيلوا اول روشته اكتبها في حياتي. المهم طلع مشكله بقى الدواء ده زي ما انت شايفه بيعمل كيلايتس، بيعمل دراينس في الجلد، بيعمل دراينس في العين، ممكن نشف لك شعرك شويه. بس خلي بالك هو تراتوجينيك، يعني خلي بالك الكلام القديم بقى، ما ينفعش تحملي يا منى الكلام ده قديم قديم، ما ينفعش تحملي قبل 2 سنين. قالت لي يا عم بس اتخطب. اتخطب بعدين اتكلم في الجواز. قلت لها ماشي تاخد الكورس ونكمل الكورس، احنا ايه ممكن نقلل. قالت لي مش هقلل. انت قايل لي انت تاخد 6 شهور. قلت لها اه الكتاب بيقول كده، بس يعني انا شايف عمل لك جفاف جامد. قالت لي مش هقلل لو انت شايف. قلت لها ما تقلليش، يلا اتكلي على الله. المهم البنت كملت العلاج شهر وجت لي قالت يا دكتور قول لي مبروك. قلت لها خير. قالت لها اتخطبت. قلت لها يا منى اوعي تحملي لمده قد ايه؟ الكلام القديم القديم واكرر 2 سنين. قالت لي 2 سنين؟ لا 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 لا، ده هو قاعد في امريكا وبيجي كل 2 سنين واحنا مش هنتجوز قبل 2 سنين. قلت لها طب زي الفل نكمل العلاج يا منى. بتكمل العلاج وعلى الشهر الرابع لقيت منى جايه لي. ايه الاخبار؟ قالت لي زي ما انت شايف، ايه رايك؟ تحفة طبعا، ولا كان في بيلينج وكان امكانياتنا محدودة جدا، العلاج يعني ربنا يعينهم دكاترة القدام. نتيجة حلوة جدا، هي مبسوطة جدا، انا مبسوط جدا، اهلها مبهورين بالنتيجة. قالت لي في مشكلة. قلت لها خير يا منى؟ قالت لي انا هتجوز الشهر الجاي، حصل ظروف ولازم اتجوز. قلت لها بصي اوعي تحملي لمدة 2 سنين بعد ما تخلصي كورس العلاج، ده الكلام القديم بكرر يا جماعة اوعي. قالت لي ربنا سهل ان شاء الله هظبط. قلت لها ما تقولي لخطيبك. قالت لي لا 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 انا كل صوري قطعتها، حتى البطاقة، عارفين بطاقة البيج بتاعت زمان دي؟ حتى البطاقة دي ولعت فيها وعملت بطاقة تانية بصورة جديدة، فمش عايز حد يعرف ان انا كان عندي حب شباب رهيب بالمنظر ده. طب هتعملي ايه؟ قالت لي انا خلي بالي ومش هحمل لمده 2 سنين. قلت لها ربنا يسهل.
البنت اتجوزت، جوزها قعد معها شهرين، وقفنا العلاج، سافر امريكا، لقيتها جايه لي العياده بتقول لي يا دكتور. قلت لها خير؟ قالت لي انا حملت. بعد قد ايه؟ تقريبا 3 اشهر بالظبط او 3 اشهر وشويه. قلت لها مشكله كبيره، لازم الولد ده ينزل، بس يعني الكلمه صعبه، يعني انا قلت لك يا منى لازم سنتين. فقالت لي في مشكله، وما انا ما اقدرش انزله، وانا ابويا مش عارفه ايه، والدواء مش عارف ايه، المهم ايه، ما بقتش عارف اعمل ايه. في يوم مروح البيت بقى، دي حته بقى يعني موقف كده برضو لطيف، مروح البيت لقيت مراتي مقلوبه مش مظبوطه. بقول لها خير في ايه؟ قالت لي خير؟ روح اسمع الانسر ماشين في ايه؟ ما كانش في بقى لا موبايلات ولا نيله. الانسر ماشين في ايه؟ ما عملتش حاجه غلط، بروح اسمع الانسر ماشين، ايه يعني؟ هسمع الانسر ماشين، واسمع الانسر ماشين الاقي واحده بتعيط. يا دكتور لازم تشوف لي حل في اللي في بطني، بس وقفلت السكه، الله لبستها. بس قعدت اقنعها بقى في دواء جديد اسمه رو ايكوتين، والدواء ده تريتوجينيك، والبت منى دي اول عيانه تجيلي، وخدت الدواء المفروض توقفه وما وقفتهوش، وبعدين حملت بعد ما وقفته بثلاث شهور، وده غلط المفروض سنتين. المهم فكت الحمد لله بهديه صغيره، المهم عادي الستات. المهم يا جماعه نرجع لموضوعنا، منى فضلت مكمله الحمل، وانا ايدي على قلبي وهي ايدي على قلبها، وخايفين جدا احنا الاثنين من التريتوجينيستي. عدت 9 شهور، منى قاعده في مصر، جوزها قاعد في امريكا، بتعيط كل يوم، عندها ديبريشن، نقلها للديبريشن، انا خايف عليها، حاسس بتأنيب ضمير وقلقان. ولدت منى. اتصلت بيا بعد الولاده وقالت لي يا دكتور انا ولدت. جبتي ايه؟ هقول لكم بعد الفاصل. منى ولدت ولد طبيعي جدا وجميل جدا وظريف جدا 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 جدا، ودلوقتي على فكره احنا على اتصال، ابنها دلوقتي في كليه اسنان تقريبا خلص كمان، وحاجه جميله جدا. الحكايه عايز اقولها ايه؟ احنا زمان كنا بنقول على الايزوتريتينوين ده ان التراتوجينيستي بتاعته بتقعد سنتين، كان اتغير تماما دلوقتي. احنا بنقول ايه؟ هو شهر. توقفه قبل الجواز بشهر. فور سيفتي قوي يعني، علشان يعني تبقى يعني في الامان قوي 3 شهور. هو بيحصل له كليرنس من جسمك بعد 14 يوم. يعني بعد اسبوعين احمالي، احنا بنقول شهر. للامان قوي نقول 3 شهور. ودي قصة ببدأ بها المحاضرة الايزوتريتينوين او النيتلوك اللي هو شهير قوي عندنا في مصر. احنا عندنا شركتين كبار، شركة الايزوتريتينوين وشركة الاندالوس اللي عاملة الدواء الجميل النيتلوك اللي كلنا عارفينه، يعني درجة خلاص بقت كلمة النيتلوك دي هو الايزوتريتينوين. تعال نشوف السلايد الاولين ده مهم جدا جدا جدا، بيقول لك ذا بيست دراجز ان ديرماتولوجي في اخر 30 سنة في الطب في الجلدية. قال لك رقم 1 الايزوتريتينوين، تخيل رقم 1، رقم 2 الفياجرا، رقم 3 البوتوكس. 3 أدوية على مدار ال 30 سنة اللي فاتوا قال لك دول عملوا انقلاب في الأمراض الجلدية. وكلكم مقتنعين باللي أنا بقوله. 1 النيتلوك، 2 الفياجرا، 3 البوتوكس. طيب تعال نشوف كده الانديكيشن بتاعت الايزوتريتينوين هنكتبه امتى يا جماعة؟ خلي بالك معايا. تريتمنت اوف، كنا زمان بتقول ايه؟ سيفير نوديولوسيستيك اكني او اكني كونجلوباتا او اكني فالمننس. لا 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 لا، دلوقتي بنديه في المودريت اكني. انا هنا كاتب لك ايه؟ مودريت نوت ريسبوندنج تو روتين انتي. لا لا، بنبدا فيه في المودريت اكني. في الاكني روزيشيا بجرعه بسيطه، اديت جرعه عاليه هتبوظ الروزيشيا. لوبس ملياريس ديسيمينيتد فشايد العلاج الوحيد ليها. هيدرادينايتس سابيوريتيفا ده المسكن بتاعها، المسكن مش علاج. سام كيسز اوف ستيسيس مالتيبلكس، وانا اقول لك من الاخر كده ما بيتعالجش ستيسيس مالتيبلكس. والسبوريك درماتيتس بتكنترول
السبريك سكن فطبعا بتعالج سبريك درماتيتس. طب تعال نشوف كده فارماكوكاينيتكس. اتس ا فيتامين اي ديريفاتيفز. وانت بتكلم عيانك دواء جميل جدا بس يعني بقى ليه سمعه سيئه شويه ان هو تراتوجينيك، الدواء اللي بيبوظ الكبد. ليه بقى بيقولوا كده؟ اصل اول ما الدكتور بيكتبه يقول له عايزين نعمل تحليل كبد ونعمل تحليل دهون، فالعيان بيخاف. ما عندناش ثقافه السيفتي، احنا كشعب ما عندناش ثقافه السيفتي. ليه؟ انا بنزل اجيب اي دواء من اي صيدليه واي صيدلي بيديني. لا الكلام ده غلط. فانا لما بكتب تعمل لي ليفر فانكشن، تعمل لي ليبيد بروفايل سي بي سي وهات لي النتائج عشان هناخد دواء قوي شويه، العيان بيتسرع. من هنا جت السمعه السيئه. اوعي تحملي، من هنا جت المشكله العنيفه. بعض الادويه مكتوب عليها ايه؟ ممنوع منعا باتا اخذه في الحمل. الكلمه لوحدها بترعب العيان. تمام؟ طب اصبر معايا، ماشي ما تاخدوش وانت ما فيش ادويه بتاخد في الحمل. ما ده مش هتاخد في الحمل. وهنوقفه قبل الحمل ان شاء الله بشهر او ثلاث شهور. طيب. يبقى اول ما تطمن العيان تقول له ايه؟ انت خايف منه ليه؟ ده فيتامين الف. ده فيتامين اي دريفيتيفز. اثنين اورال ابزوربشن از دبلد وين تيكن وذ فود وذ فاتي فود. عشان كده انا دايما في رشدتي تلاقي كاتب لك ايه؟ كبسوله مثلا صباحا او كبسوله صباحا ومساء مع كوبايه لبن. حد يقول لي ايه؟ ما اللبن بيزود الاكني. لا هنا انا عايز عشان ده فيتامين اي دريفيتيفز ده فات سوليبل فيتامين يخش يدوب في الفات ويطلع السبيشيس اريا هيجيب نتائج اسرع واجمل بسايد افكت اقل بكتير. بيك بلاد ليفل ريتش 2 تو 3 اورز افتر دوزنج مين هاف لايف 12 اورز. يعني ايه؟ يعني لو عايز تدي جرعه بدل ما تدي 20 ملي جرام مره في اليوم ادي 10 الصبح 10 بالليل احسن. طب 20 ملي جرام في اليوم اوكي، بس لو اديتها 10 الصبح 10 بالليل هيبقى الافكت احسن. بص البراجراف الثالث الرابع ده كتب لك ستيدي ستيت استابليش افتر 14 داي اوف تريتمنت. يعني هتبدا تشوف نتيجه بعد 14 يوم. دراج اليمينيشن از كومبليت ويزن 14 دايز اوف ديسكونتينيويشن دوز. يعني بعد 14 يوم بيحصل له وش من جسمك. خايفه من ايه؟ Isotretinoin, a single course of steroids has been shown to result in complete and prolonged remission of disease in majority patients. كورس وكورس بيبقى من 6 ل 8 شهور. كورس واحد ممكن يخلص الدنيا، ما تحتاجش تاخد كورس تاني، بس ممكن تاخد كورس تاني وممكن تاخد كورس تالت. تعال نشوف الميكانيزم اوف اكشن. واحد بيقلل السيبم برودكشن. اثنين انتي انفلاماتوري. ثلاثة خلي بالك معايا بيقلل الفوليكولار كيراتينيزيشن يعني كراتوليتيك. الله 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 بيقلل السيبم برودكشن فليه اندايركت انتي باكتيريال افكت. اثنين وليه انتي انفلاماتوري افكت. ثلاثه وبيعمل لي كراتوليتيك افكت بلاي امبورتنت رول ان بريفنتنج سكار. ماشي يا جماعه. في مين بقى؟ يعني لو جالي عيان صغير وبصيت على وش مامته او باباه لقيت عندهم اكني سكار، ابدا معاه. ابدا مع الطفل 14 15 سنه ابدا معاه. ليه؟ انا بحمي البيبي ده او الطفل ده من انه يحصل له في يوم، مش سوري مش البيبي، الطفل انه يحصل له في يوم من الايام زي ما حصل لباباه او مامته. فطول ما انا بدي كورس صح بدري تحت الكنترول ما تخافش من حاجه، انا هحمي هذا الطفل من انه ممكن يجي له في يوم من الايام اكني سكار. الجرعة من نص الواحد ملي جرام بر كيلوجرام بادي ويت من نص وزنك لوزنك لمدة من 6 ل 8 شهور كامليتيف دوز. دي بقى عايزين نحفظها. كامليتيف دوز. الكامليتيف دوز يا جماعة 120 ملي جرام بر كيلوجرام اور مور بير تريتمنت كورس شود بي اتشيفد. نو بينيفيت از اتشيفد از ذا كامليتيف دوز اكسيد بيان 150 ملي جرام بر داي. يبقى الكامليتيف دوز نحفظها مع بعض. خلاص يا جماعه سيتلد. من 120 ل 150 ملي جرام بير كيلوجرام بادي ويت. تعال نشوف كده مع بعض نحسبها ازاي. ركز معايا كله معايا بقى على السلايد ده. تعال معايا شوف كده يا جماعه احنا هنحسب ديلي دوز ازاي. الكامليتيف دوز على الديوريشن ان دايز. يعني
هتعالج والشهر محسوب عليه 30 يوم تمام، هتعالج في 4 شهور يعني 120 يوم، 5 شهور 150 يوم، 6 شهور 180 يوم، 7 شهور 210 يوم. معايا يا جماعه؟ يبقى عايز احسب الديلي دوز، هو الكاملتيف دوز بالملي جرام بالكيلو اللي احنا قلناه من 120 ل 150 على الديريشن ان دايز، هديني الديلي دوز. تعال نشوف كده مع بعض، ندي مثال. كالكوليت the number of netlock capsules taken by a patient وزنه 70 كيلوغرام in which cumulative dose 120 ملي جرام is required in 150 day of therapy. يعني انا حددت كده العيان بتاعي ده اللي وزنه 70 كيلو الكاملتيف دوز بتاعه 120، احنا قلنا 120 150، هعالجه في 5 شهور من 150. يبقى هنحسب الديلي دوز الاول. ديلي دوز ازاي؟ كاملتيف دوز اللي هو 120 على الديوريشن اللي هو 150، انا قلنا هعالجه في 5 شهور، يبقى يطلع لي 0.8 ملي جرام بير كيلوجرام ديلي دوز، يعني تقريبا 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 1 جرام بير كيلوجرام. حلو الكلام. طيب تعالى نظبط الجرعه بقى. طيب لما ادي 0.8 ملي جرام اللي هو تقريبا 1 جرام في 70 اللي هو وزنه، هيدي 56 ملي جرام ديلي، يعني تقريبا 60. يبقى ندي العيان ده قد ايه؟ 3 كبسولات من ام 20، وصلت ل 60 ملي جرام في اليوم. نقولها تاني، هنحسب الديلي دوز. الديلي دوز عباره عن ايه؟ الكاملتيف دوز على الديزاير ديوريشن اللي انت ناوي تديه للعيان. انا هديله يا جماعه في 5 شهور للعيان ده، يبقى الكاملتيف دوز حددها 120 على 150 طلع 0.8، يبقى جرعه الولد ده 0.8 ملي جرام للكيلو جرام بدوي، نضربه في وزنه اللي هو 70 يطلع لي 56 اللي هو تقريبا نقربها هتبقى 60. يبقى 3 كبسولات من 20 في اليوم نقسم على ديفايدد دوزز، هتبقى فيري افكتيف. نديله كبسوله كل 8 ساعات مع كاب اوف ميلك. الابزوربشن بيست ابزوربد وتيكن افتر فاتي ميل زي ما قلنا، يبقى مش لازم اجبر العيان فاتي ميلز، ممكن كاب اوف ميلك او بق لبن حتى. الديستريبيوشن بتاع ايزوتريتينوين از برايمري 99% و9 من 10 باوند تو بلازما بروتين، تمسك في الالبومين وتروح تبقى اليمينيتد واكسكريتد في اليورين والفيسز. سنجل ايزوتريتينوين تريتمنت كورس كان كيور مور ذان 80% اوف اكني، كورس واحد. طيب افرض خدت الكورس بعد سنة او سنتين رجع لي تاني، ناخد كورس تاني، سنة سنتين رجع تاني اخد كورس تالت. يعني دلوقتي الكلام بيقول انا ممكن في حياتي اخد 3 courses of isotretinoin. طيب ايه السايد افكت بتاعته؟ مهمة جدا جدا تعرفها، ومهمة جدا 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 تقولها لعيانك. مفيش عيان هياخد النتلوك مش هيحصل له كيلايتس، كونجكتيفايتس عشان بيعمل دراينس فبيعمل بروريتس، انكريز السنسيتيفيتي للصن علشان الدراينس العنيف اللي عنده، الترايجلسرايد مهم جدا جدا بيرفع لي بقى الليبيد، الترايجلسرايد ليفر. الليفر فانكشن تيست اند بلاد سيل كاونت مي اولسو بي افكتد، سو لابوراتوري مونيتورنج از نيسيسري، زي ما هنقول بعد شويه. هيديك تحصل، جوينت بين، ويجي العين يقول لك ايه يا دكتور من ساعه ما خدت الدواء مش قادر ادوس على رجليا. ديبريشن، وهنا في 100 علامه استفهام. هل ممكن يعمل ديبريشن؟ طبعا، بالذات ان بري ديسبوز بيشنت، لازم تدرس عيانك كويس. لو كان بياخد انتي ديبريسنت، لو كان عنده هيستوري اوف ديبريشن، لو كان ديبريسد، اوعى تدول. بس خلي بالك في بعض العيانين بيبقوا ديبريسد ذات الفيميل من الاكل بتاعتهم، تاخد الايزوتريتينويد تتحسن جدا 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 فتحسن نفسيتها، فتيك كير حته الديبريشن ده. هل الديبريشن من الاكل؟ تاخد ايزوتريتينويد. هل الديبريشن من اني سمثينج ايلس؟ يبقى ايه؟ اوعى تاخد الايزوتريتينويد. طبعا مبدئيا قبل ما اقول للعيانه يحصل لي كيلايتس انا بكتب لها ليب بالم،
بحب قوي الفازلين ليب بالم. طبعا في ماركات وحاجات عالميه وحاجات جميله جدا 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 لعلاج الكلايز. دراي سكن لازم ناخد مويسترايزر، ناخد حاجات ايموليانت. كونجكتيفايتس بناخد السوزنج اي دروبس، فريش اي دروبس. نيزل دراينس برضو بنحط اي كريم مرطب. مهمه جدا الجزئيه اللي جايه، امتى بقى وايه التحاليل اللي هطلبها؟ ريكومندد لاب مونترينج فور ايزو تريتد اونز ليفر فانكشن. بص السلايد ده كله ملخصه في سطر 0 1 4، 0 قبل ما ابدا العلاج، وبعد شهر، وبعد 4 شهور. طب خلي بالك بيقول لك ايه بقى، لو زادت الليفر انزايم هتوقفه؟ لا، قلل الجرعه. انما لو زادت 3 فولدز او قريبه من 3 فولدز لازم يوقفه. 0 1 4 قبل ما ابدا العلاج، وبعد شهر، وبعد 4 شهور. السيرم ليبيد، الليبيد بروفايل، وده يا جماعه عشان يتعمل صح لازم العيان يصوم من 12 ل 14 ساعه. بنعمله 0 1 وبعد ما خلص الكورس، 0 قبل العلاج، وبعد شهر ليبيد بروفايل ولما خلص الكورس. وهنا يا جماعه لو الزياده محدوده ممكن ناخد حاجه زي الليبيتار، بتقلل الليبيتار ده بيقلل الليبيد، ناخد 20 او 40 مللي جرام. لو لسه الليبيد بيزيد لا اما نوقف لا اما نزود الليبيتار. تراتوجينيستي مهم جدا جدا جدا، ان العيانه في ميل ماريد ماست هاف تو نيجاتيف يورين اور سيرم بريجننس تيست فور فيرست ايزوتيرويد بريسكريبشن. الجايد لاينز بتقول كده. ولو هتاخده يعني تفضل تاخد وسيلتين لمنع الحمل، تو فورم اوف افكتيف كونتراسبشن. دراج انتر اكشن، اوعى تديه مع فيتامين اي، فيتامين اي كبسول عشان ده فيتامين اي فيزيد التوكسيستي بتاعته. اوعى تديه مع التتراسايكلين او الفيبرامايسين، تتراسايكلين او فيبرامايسين، عشان بيعمل صداع رهيب جدا. حاجه اسمها سودو تيومر سيريبراي، هتخلص بعد 14 يوم بعد ما توقف الدواء. مع الالكول، مع الميزوتريكسيت لسينرجستيك هيباتوتوكسيستي، مع الكورتيزون ومع الاستروجين مش غلط، بس يعني ممكن تعمل لي شويه هايبر ليبيديميا. مهمه جدا السلايد اللي جاي ده، مهمه جدا 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 جدا. كان زمان يقول لك يخوفك من ديت لوك، اوعى تعمل بيلينج، اوعى تعمل ليزر، اوعى تعمل ليزر هير ريموفال. ايه الجديد؟ الجديد قدامك اهو، عيان بياخد ايزوتريتينوين، الاي اس دي اس جايد لاينز بتقول لك ايه؟ عيان بياخد ايزوتريتينوين يعمل فوكل وسوبرفيشال ديرما ابريجن، تخيل عادي جدا، يعمل ليزر هير ريموفال، فاسكولار ليزر، نون ابليتيف وابليتيف فراكشنال ليزر، واخيرا سوبرفيشال كيميكال بيلينج، وممكن ميديم ديبث بيلينج ما تقلقش. طيب انما مين اللي اجله بعد 6 شهور من بخلص بقى بعد 6 شهور يكون الدراينس خلاص اوفر، فول فيس ديب ديرما ابريجن، فول ابليتيف نون فراكشنيتد ليزر، ده خلاص ما بقاش موجود، ده كربون دايوكسيد ليزر اللي هو الابليتيف ده خلاص ما بقاش موجود. الديب بيلينج بلاش، الليزك بلاش. وكده يبقى خلصنا محاضره مهمه جدا 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 اللي هي النت لوك او الايزوتريتينوين، وان شاء الله هنكمل مع بعض بقيه المحاضرات عن الاكني فورم ايربشن روزيشيا واللوبس ميديال ستيمينيت فاشاي بيري اورال بيري اوربيتال درماتيتس. استنوني، سلام عليكم.